بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا تتمة ديال الدروس ديال الجذر المربع. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نخلصوا كيفية حذف الجذر المربع من المقام. نشوف واش هي الطريقة باش نحذفوا الجذر المربع من المقام. إذا باش كيكون عندنا مثلا أ على جذر مربع ب، مثلا بحيث ب و أ عدد، بحيث ب عدد موجب، كيفاش يمكننا نتخلصو من الجذر المربع من المقام؟ إذا هناك عندنا مجموعة ديال الطرق باش نتخلصو من الجذر المربع من المقام. إذا في هذه الحالة مثلا عندنا جذر المربع ب، هنا يكفي نضربو باش نردوه مربع كامل إلا ما كانش هو أصلا مربع كامل، نضربوه في الجذر المربع ديال العدد نفسه اللي هو جذر مربع ب. هنايا أس أ ضارب جذر مربع ب، إذا العدد فاش ما ضربناه بس كنضربو المقام. يعني غادي تعطينا أ جذر مربع ب على جذر مربع ب ضارب جذر مربع ب هي جذر مربع ب أس 2، وقلنا بأن أي عدد أس 2 ولا أي جذر مربع أس 2 تساوي العدد لداخل الجذر. إذا أ جذر مربع ب على ب. هنشوفو مثال باش نوضحو أكثر. 2 على جذر مربع 3. إذا في هذه الحالة إلا خدينا المقام اللي كيهمنا هو المقام، البصمة كيهمناش، جذر مربع 3 فهو كيف المقام. إذا باش نخلصو من جذر مربع 3 يكفي نضربو البسط المقام في جذر مربع 3. إذا هنا غادي نضربو البسط جذر مربع 3، وهنا غادي نضربو جذر مربع 3 باش بقى عندنا يساوي. إذا فاش مضربنا البسط كنضربو المقام، إذا غتساوي عندنا هي 2 جذر مربع 3 على جذر مربع 3 أس 2 تساوي 2 جذر مربع 3 على 3. وبهذا نكون تخلصنا من جذر مربع من المقام. نشوفوا حالة أخرى، مثلا جذر مربع 5 على جذر مربع 7. هنا الأخطاء اللي كيطيحوا فيهم الأغلبية هو كيشد جذر مربع 5 كيضربها في جذر مربع 5، وجذر مربع 7 كيضربها في جذر مربع 7. حنا ما كيهمناش اللي عندنا في البسط، المهم هو الجذر المربع اللي كان عندنا في المقام. إذا باش نتخلصوا جذر المربع اللي عندنا في المقام يكفي نضربو جذر مربع 7 فجذر مربع 7. نفس الشيء هنا غادي نضربو في جذر مربع 7، ومن بعد تحسبو جذر مربع 7 جذر مربع 5 هي جذر مربع 5 ضارب جذر مربع ضارب 7، وهنا هي جذر مربع 7 مباشرة أس 2. سمع القوى، جذر مربع 7 ضارب 5 هي جذر مربع 35 على 7. وبهذا نكون تخلصنا من جذر مربع من المقام. شوفوا حالة أخرى، مثلا عندنا 3 على 5 جذر مربع 3 مثلا. إذا المطلوب في هذه الحالة نتخلص من جذر مربع. هنا إذا خدينا جذر مربع في هذه الحالة فهو يتكون من عاملين، ماشي عاملين، دي هنا نضرب. هنا إما غادي نضرب في 5 جذر مربع 3 ونزيد العملية بزاف، أو لا يكفي نضرب في جذر مربع 3 فاش ما ضربت البسط كنضرب المقام. إذا غادي تعطينا 5 جذر مربع 3 هنا 3، إذا هنا غادي نضربو في جذر مربع 3، هنا غادي نضربو في جذر مربع 3 تساوي. إذا غادي تعطينا 3 جذر مربع 3 على 5 ضارب جذر مربع 3 أس 2 تساوي 3 جذر مربع 3 على 5 ضارب 3، ومن بعد تنسبو هي 3 جذر مربع 3 على 15. نديرو مثال آخر، مثلا جذر مربع 2 على مثلا 7 جذر مربع مثلا 10 تساوي. إذا نفس الشيء هنا غادي نضربو جذر مربع 2 هنا 7 جذر مربع 10. إذا هنا غادي نضربو جذر مربع 10 هنا غادي نضربو في جذر مربع 10 باش تخلصو من الجذر في المقام. إذا غادي تعطينا هنايا هي جذر مربع 2 ضارب 10 على 7 ضارب جذر مربع 10 أس 2. إذا غادي تعطينا جذر مربع 20 على 7 ضارب 10 تساوي جذر مربع 20 على 70. احتفظوا بها هكا. ثم عندنا طريقة ديال المرافق، المهم الحالة الأولى الحالة اللي يمكن نلقاو فيها، أو عندنا نشوفو طريقة المرافق.
طريقة المرافق. شنو هي طريقة المرافق؟ مثلا عندنا في المقام واحد العدد كيتكتب على جذر المربع أ، لقينا واحد العدد في المقام كيتكتب على جذر مربع أ زائد جذر مربع ب، شنو هو المرافق ديالو؟ هذا يعني خدينا هذا العدد مثلا جذر مربع أ زائد جذر مربع ب، هنا باش نتخلصو من جذر مربع أ و ب هنا غادي نضربو في المرافق، يعني غادي نضربو في جذر مربع أ ناقص جذر مربع ب. علاش؟ باش نستعمل متطابقة هامة، وهذه غادي تعطينا جذر مربع أ أس 2 ناقص جذر مربع ب أس 2 تساوي أ ناقص ب. إذا في هذه الحالة إذا ضربنا في المرافق غنخلصو من جذر مربع مقام، إذا جذر مربع أ زائد جذر مربع ب مرافقه هو، شنو هو المرافق ديالو؟ هو جذر مربع أ ناقص جذر مربع ب. مثلا عندنا جذر مربع أ ناقص جذر مربع ب، في هذه الحالة كذلك مرافقه هو جذر مربع أ ناقص زائد جذر مربع ب. إذا هنا إذا كان عندي زائد هنايا تولي باش نحصل على المرافق غادي ندير ناقص، يعني الحد الأول والحد الثاني إذا كان ما بيناتهم زائد المرافق ديالهم غيولي ما بيناتهم ناقص، وإذا كانت ما بيناتهم ناقص غادي يولي زائد. غادي نشوفوا أمثلة باش نوضحوا أكثر، نشوفوا بعض الأمثلة. مثلا عندنا 2 على مثلا جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 5. في هذه الحالة باش نتخلصوا من جذر المربع اللي عندنا في المقام كامل غنضربوا في المرافق. شنو هو المرافق ديال جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 5؟ عندنا جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 5، غادي نديروها بين قوسين هاي 2، هنا غادي نضربوها، نضربوها في المرافق. المرافق ديالها هو جذر مربع 3 زائد جذر مربع 5، وهنا غادي نضربوه في جذر مربع 3 زائد جذر مربع 5، ومن بعد كنحسبو. هنا غادي نديرو العملية ديال النشر، 2 ضارب جذر مربع 3 زائد 2 ضارب جذر مربع 5، وهذه اللي خدينا فهي متطابقة هامة، الأصل أ زائد ب عامل لي أ ناقص ب كتساوي أ أس 2 ناقص ب أس 2. غنطبقوها هنا، عندها غادي تعطينا هي جذر مربع 3 أس 2 ناقص جذر مربع 5 أس 2، هنا غادي تعطينا 2 جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 5 على 3 ناقص 5. جذر مربع 3 أس 2 هي 3 ناقص 5، ومن بعد كنحسبو. هنا ما يمكنش نغيروها نقدر نبقاوها كما هي، إذا 2 جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 5، هنا 3 ناقص 5 نحولو الفرق إلى مجموع، غتساوي عندنا 2 جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 5، مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان اللي عنده بعض المسافة هو هذا العدد، إذا ناقص 5 ناقص 3 هي 2. شوفوا الحالات الأخرى، مثلا عندنا جذر مربع 8 أو جذر مربع 7 على مثلا 4 ناقص جذر مربع 5 أو لا مثلا 11 و11. إذا هنا إلا خدينا المرافق ديال هاد العدد، شنو هو المرافق؟ إذا في هاد الحالة ضروري ماشي بالضروري يكون الجذر جذر، إذا ضروري في هاد العدد مثلا نديرو زائد باش نبينو أكتر. إذا المرافق في هاد الحالة شنو غيعطينا؟ إذا غنكتبو جذر مربع 7 ضارب، هنا غادي نديرو 4 زائد جذر مربع 11، هنا غادي نضربو في المرافق. المرافق ديالو شنو قلنا؟ هو أ يعني 4 ناقص جذر مربع 11، هنا 4 ناقص جذر مربع 11 تساوي، ومن بعد كنحسبو عادي. عندنا عملية ديال النشر، جذر مربع 7 ضارب 4 ناقص جذر مربع 7 ضارب جذر مربع 11، هذه متطابقة هامة، 4 أس 2 ناقص جذر مربع 11 أس 2، جذر مربع 7 ضارب 4 هي 4 جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 7 ضارب جذر مربع 7، إذا نستعمل الخاصية ديال ضرب
11، 64 هي 16، ناقص 11 تساوي، نكتمل هذه هنا تحت، إذا غتعطينا هي 4 جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 77 على 16 ناقص 11 هي 5. ثم غادي نشوفو مثال آخر باش نساليو هنا. مثلا عندي جذر مربع 2 زائد 1 على 1 ناقص مثلا جذر مربع مثلا 7. إذا المرافق ديال هذا العدد، إذا عندي جذر مربع 2 زائد 1 على 1 ناقص جذر مربع 7. هنا اللي كيهمنا هو دائما المقام، إذا المرافق ديال هذا العدد هو 1 زائد جذر مربع 7، مكيهمناش البسط لأن المطلوب منا هو حذف جذر مربع من المقام. تساوي هنا غادي نديرو العملية ديال النشر الفوق، جذر مربع 2 ضارب 1 زائد جذر مربع 2 ضارب 7 زائد 1 ضارب 1 زائد 1 ضارب جذر مربع 7. العملية ديال النشر عادية. هنا هذه متطابقة هامة، هي 1 و2 ناقص جذر مربع 7 و2. هنا غادي نحسبو، هي جذر مربع 2 ضارب 1 هي جذر مربع 2 زائد جذر مربع 2 هي 2 ضارب 7 زائد 1 ضارب 1 هي 1 زائد جذر مربع 7 على 1 على 2 هي 1 ناقص 7 هي 7. غتعطينا هي جذر مربع 2 زائد جذر مربع 14 زائد 1 زائد جذر مربع 7 على، نحول الفرق إلى مجموعنا، 1 زائد ناقص 7. باش نسهلو العملية، نساوي جذر مربع 2 زائد جذر مربع 14 زائد 1 زائد جذر مربع 7 على 1 زائد ناقص 6. نخلوها هكا. شوفوا مثال آخر. مثلا عندي 3 ناقص 3 على مثلا ناقص جذر مربع 4 ناقص جذر مربع ولا زائد جذر مربع 5. غنديرو جذر مربع مثلا 2 ناقص جذر مربع 5 تساوي. إذا هنا نطلب منا نحذفو جذر مربع من المقام. إذا عندي ناقص 3 ضارب عندي ناقص جذر مربع 2 زائد جذر مربع 5. هنا المطلوب منا هو الحذف جذر مربع من المقام. إذا غادي نضربو في المرافق، شنو هو المرافق ديال هذا العدد؟ هو هذا العدد ناقص جذر مربع 2، اللي كيهمني هو هذا عندي ما بين الحدين ناقص جذر مربع 5. شنو غيعطينا؟ أولا نردو هاد بحال اللي بغيتو. إذا غتعطينا هي ناقص جذر مربع 2 ناقص جذر مربع 5، هادي كتساوي عندنا. إذا غنديرو العملية ديال النشر، ناقص 3 ضارب ناقص 2 هي ناقص 3 ضارب ناقص جذر مربع 2 ناقص 3 ناقص هي ناقص 3 ضارب جذر مربع 5 هي على، هذه متطابقة هامة. ناقص جذر مربع 3 إذا هذا هو أ، وهذا هو ب. إذا غتعطيني ناقص جذر مربع 2 أس 2 ناقص جذر مربع 5 أس 2. تنحسبو عدد سالب في عدد سالب فهو عدد موجب. إذا 3 جذر مربع 2 نأتينا ناقص ناقص 3 ضارب 5 هي ناقص 3 جذر مربع 5 على ناقص جذر مربع 2 أس 2 هي عدد موجب. إذا غدينا هي 2 ناقص 5 جذر مربع 5 أس 2 هي 5 تساوي. إذا غدينا 3 جذر مربع 2 ناقص ناقص غدينا هي زائد زائد 3 جذر مربع 5 على، حول الفرق إلى مجموعنا، 2 زائد ناقص 5 تساوي 3 جذر مربع 2 زائد 3 جذر مربع 5
مجموع عدد المؤشرات المختلفة اللي عنده بعد من صفر، أول عدد ناقص، 5 أيضا عددين ناقص 3. وبعدها نكونو سالينا الشرح ديال كيفية حذف الجد مربع من المقام اللي عنده شي سؤال، يطرحوا لنا تعليق.